هنروح نشوف دلوقتي أيضا تقرير مع منطقة القاهرة ونشوف آخر استعدادات المنطقة للقيد الجديد، وكمان نشوف الكشف عن الملاعب وكمان المسابقات، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اتكلمنا كلام عام عن منطقة القاهرة طبعا، أو فرع القاهرة لكرة القدم، من أقدم الفروع وأكبر فروع طبعا، بتضم أكبر الأندية المصرية وأشهر الأندية المصرية، وعلى رأسها طبعا النادي الأهلي وإنبي والمقاولين العرب وغيرهم من الأندية الكبيرة. احنا عندنا حوالي يمكن أكثر من 108 نادي ومركز شباب بيشاركوا عندنا في المسابقات بتاعتنا، سواء مسابقات أو مهرجانات البراعم. ده غير كمان الوافد اللي بيجينا من المناطق التانية اللي بتحاول يعني أندية كتيرة وفرق كتيرة إنها تنضم لمهرجانات ومسابقات منطقة القاهرة طبعا، لارتفاع مستوى المسابقات عندنا وارتفاع مستوى طبعا مهرجانات البراعم، وطبعا الأندية اللي هي من الفروع التانية بنرحب بيها في أي وقت طبعا، بعد موافقة بيجيبوا لنا طبعا موافقة من المناطق بتاعتها. احنا ان شاء الله باذن الله بصدد يعني السنه دي نبدا المسابقات يمكن بدري شويه عن اي سنه، تماشيان مع طبعا اتحاد الكوره والمسابقه الرئيسيه اللي هي مسابقه الدوري الممتاز، عشان ندي فرصه ان شاء الله باذن الله ان احنا نخلص المراحل الاولانيه والثانيه بسرعه، والثالثه كمان تخلص قبل الامتحانات بتاع الاولاد في المدارس، عشان دي برضه بتسبب يعني كانت مشكله بالنسبه لاولياء الامور والولاد في بالذات اللي هم في مراحل الشهادات. كمان السنه دي احنا طبعا كل سنه بنحاول نطور من المسابقات بتاعتنا والمهرجانات، بحيث انها نوصل ان شاء الله باذن الله يعني المثاليه يعني، ونتفادى كل الاخطاء والمشاكل اللي بتحصل، منها طبعا مشاكل الناس كلها عارفاها وهي الافه الرئيسيه لكره القدم او قطاعات الناشئين او مسابقات الناشئين والمهرجانات، وهي مشكله التزوير. وان شاء الله باذن الله ما يجي الكلام لمدير اداره طبعا شؤون اللعيبه والقيد، عاملين السنه دي حاجات شروط كتيره وصعبنا شويه المسائل عشان برضو نحد من موضوع التزوير، بنطلب برضو طلبات تانية في الاوراق اللي هي بتاعه القيد. كذلك برضو المسابقات عندنا لجنه المسابقات الكابتن طبعا ايمن حسان ماسك مدير اداره المسابقات، عامل مجهود كبير جدا جدا، وكل سنه المواضيع بتصعب عليه. ليه؟ زي ما قلنا قبل كده في الاول الانديه الكتيره اللي داخله عندنا، من المشاكل اللي احنا كنا حريصين عليها في اول اجتماع مع مجلس الاداره هي مشكله كبيره بتقابل الناس واشتكت منها انديه كتيره، وهي موضوع الملاعب. الملاعب كان في ملاعب كتيره جدا لا تصلح ان يتلعب عليها كوره، كانت بتسبب اصابات كتيره جدا للاعيبه والبراعم، فاحنا خدنا قرار السنه دي ان هي نعمل ان شاء الله باذن الله نكون لجان تنزل تعاين الملاعب اللي موجوده عندنا، وطبعا يبقى فيها كمان عنصر من عناصر التحكيم، الحكم يبقى برضه موجود معانا يعاين الملاعب. وابتدينا بيه طبعا خمس الملاعب بتوع الأندية الكبار اللي هم بتوع الجمهورية، وهنبدأ بعد كده اللجان هتمشي في الأندية طبعا بقية الأندية اللي مشاركة في بقية مسابقات المنطقة، وإحنا حريصين على الموضوع ده تمام، لأن فعلا بتبقى يعني شكوى، والولاد الصغيرين لما بيحصل لهم لا قدر الله إصابة في مقتبل العمر ممكن تأثر عليه بعد كده في حياته وفي مشواره وممكن يبطل، فإحنا كنا حريصين السنة دي على الموضوع ده. كذلك برضو أندية كتيرة طبعا ما عندهاش ملاعب، فبتضطر إنها تأجر ملاعب، وده شرط من الشروط الأساسية عندنا. برضو كانت بتقابل أيمن مشاكل كبيرة جدا من إن ممكن يكون ملعب متأجر لأكتر من نادي، وكانت بتعمل له مشكلة، لأن أنت تخيل أنت يعني الصعوبة بقى إنك تعمل جدول وتحط مباريات، والمباريات بتتلعب كمان أكتر من مباراة في اليوم الواحد، وطول الأسبوع تقريبا عندنا مباريات سواء جمهورية قطاعات منطقة،
مهرجانات براعم، فكانت بتعمل بتسبب له مشاكل رئيسيه. ان شاء الله باذن الله نقدر نحد من المشكله دي. احنا دايما طبعا بنطور للاحسن وبنحاول نحل كل مدى المسابقات، عشان ده كله بينعكس على مستوى طبعا دوري المنطقه عندنا ومهرجانات البراعم. ان شاء الله عايزين نرتقي بالمستويات بتاعتنا.